هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نكمل مراجعة ليلة الامتحان اللغة العربية صف سادس مع ميس أميرة سلامة. احنا كنا واقفين يا ريموندا مع بعض في جملة بارك الله فيك، قلنا تفيد الشكر. السؤال اللي بعده برضه ريموندا معايا. يا ريموندا دخلت ولا فين؟ لا يا مسيح، لسه ما جاتش ريموندا. طيب تعالي نشوف ريتاج. يلا يا ريتاج حل السؤال اللي بعده. اللي داخلة باسم ريتاج. نعم. الضمير في كلمة بطبيعتها يعود على إيه؟ الإنسان على الإنسان. نجاح أسامة. اللي داخلة باسم نجاح أسامة. ما أثر التعاون في حياة المجتمع؟ نعم ما أثر التعاون في حياة المجتمع؟ في حياة المجتمع تجعل المجتمع آمن وتنتشر التعاون والسعادة. برافو عليك. يجعل المجتمع آمن يسود فيه الحب والمودة والأمن والأمان. ده علامة صح أو غلط؟ سهيلة، تعاونك مع صديقك في غش إجابات الأسئلة في الامتحان ده تعاون؟ ايه مس؟ ده علامة صح أو خطأ؟ تعاونك مع صديقك في غش إجابات الأسئلة في الامتحان ده تعاون؟ لا يا مس غلط. كل الأديان السماوية حثت الإنسان على التعاون مع أفراد المجتمع؟ ايه صح. صح. مين داخل باسم مستر عادل؟ يلا جاوب السؤال ده. مضاد لكلمة الإيثار؟ الإشارة ده كمان في الحياة دائما الإسلام، صح؟ آه يا حبيبي، ده ده عندك دايما إسلامي. الحياة دائما الإشارة ليه؟ مين عارف؟ طيب يا حبايبي يقول. ينفعوا يا مش؟ قول يا عم. أنا مش مديك الأنانية. الأنانية. برافو. مضاد الإيثار الأنانية. مفرد لكلمة مجتمعات مجتمع. عنوان للفقرة يا شباب، مين يقول لي عنوان للفقرة؟ عنوان الفقرة يا مش ممكن نقول المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون. ممكن نقول التعاون. التعاون. طيب احنا كده نراجع على في منتصف الطريق، ما راجعناش عليه يا حبايبي صح؟ يس طيب ايوه ماشي. حمل كل منهما نصيبه من المال وذهب الى منزله ليستريح من عناء اليوم، وعندما خلد الى النوم كان كل منهما يفكر في الاخر. اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. مرادف كلمه عناء يا ايه؟ صعب. قول لنا معنى مرادف عناء. صعب. تعب. مضاد كلمة وضع يا مريم. مريم مرام سوري. يلا يا مرام. مرادف كلمة مضاد كلمة وضع رفع. رفع. طيب عمر، ماذا فعل الأخوان في نهاية الموسم؟ ذهب ليقتسم المحصول. المحصول صح أو خطأ يا ملك؟ كان الإخوان يقتسمان ثمن المحصول مناصفة. صح. صح. ريموندا، مرادف كلمة شاءت؟ أرادت. أرادت. مفرد كلمة الأقدار؟ مين هيقول لي؟ سهيلة. مفرد كلمة الأقدار يا سهيلة؟ الأقدار القدر. القدر. مريم طارق، كيف كان اللقاء بين الأخوين في منتصف الطريق؟ إذا هما ذهبوا مع بعض، مش واحد أحدهم كان يذهب إلى الآخر، كل منهما كان يذهب إلى الآخر. طيب اللقاء كان عامل إيه؟ جميل. مين يا شباب عارف يقدر يقول لي أكتر من كده؟ برافو عليكي. بس في رائع. نقطة. كان رائع. اللقاء أيوة كان كان رائع. اللقاء رائعا. برافو عليك. حيث إيه؟ مين بقى يقدر يكمل؟ إيه اللي حصل في اللقاء ده؟ مين هيقول لي؟ حيث تقابل الآخرين في منتصف الطريق. برافو. طيب علامة تقابلا في مختلف الظهور. الأخوين يا ريتاج، اللي هو كل منهما يفكر في الآخر ويعطيه نصيبه من المحصول. أيوة
يلا، علامة يدل التصرف الأخوين. ينفع نقول اللي هو حسن تربية العم سعادة، ويتصف بالتعاون والإصرار. برافو عليك. والحب والمودة بين الأخوين، وإحساس كل منهما بإيه؟ بأخيه. ثانية واحدة حبايبي، نكمل. طيب برضو من نفس الموضوع، في منتصف الطريق، مرادف لكلمة كثيرا يا هنا. وفيرا. وفيرا، مضاد لكلمة هات. معنى هات، مضاد هات من هذه القطعة. مين هيقولها لي؟ آية. يلا يا آية، مضاد لكلمة هات. خذ. خذ، برافو عليك. ايه في القطعة يا شباب؟ بماذا رد حبيب على أخيه أمير يا شباب؟ مين هيقولها لي؟ ينفع ولا لسه؟ قولي يا حبيبي. رد حبيب على أخيه أمير أنه قال: بارك الله لك في نصيبك. تمام، نتعلم من الأخوين أمير وحبيب إيه يا شباب؟ مين هيقول؟ التعاون. أنا ممكن قولي يا فندم. التعاون الإيه؟ على صوتي. التعاون التعاون والأخوة والحب. والحب، برافو عليكم، اللي هو التعاون والإيثار يا مريم. طيب نيجي للجزئية اللي بعد كده. درس، دعنا نتحاور. قال شهاب، يؤلمني يا جدي انني حين اتحدث احيانا قلما يلتفت الي احد. قال الجد، ربما كان ذلك. المعنى الادق لكلمه يؤلمني يا عبد العزيز ايه هو؟ يحزنني. يحزنني. ريتاج، ربما تدل على ربما. قولي هنا يا هنا، ربما تقول تدل على ايه؟ الحيرة. الحيرة ولا الاحتمال؟ الاحتمال. احتمال. الاحتمال. طيب السؤال اللي بعده، ملت، لماذا ينصرف اغلب الناس عن شهاب عند حديثه؟ نعم يا مس. هقول السؤال تاني، ما سمعتيش؟ أيوه. لماذا ينصرف أغلب الناس عن شهاب عند حديثه؟ طب قولي يا جنى. مش ممكن أجاوب؟ أيوه، اللي هي جنى، جنى مصطفى، يلا يا جنى. لأنه يقول الكلام معتاد، يعني عشان هو بيقول الكلام كل شوية، بيقول الكلام في غير موضعه. لأنه يقول الكلام في غير موضعه أو يتحدث عن نفسه كثيرا. أحد الجملتين الآتيتين، ريموندا، أقول لمن يخطئ، أقول له إيه؟ أنا بس ريموندا. حاضر يا مس، أقول له رأيي عن الأمر الذي يتكلمه. لا، أقول إيه؟ رأي آخر. أقول إيه يا رمان ده؟ رأي آخر. أيوة، تقولي عندي رأي آخر حتى لا يحزن. يا مس، أقدر أقول لي رأي آخر وأذكر الصواب؟ لي رأي آخر، برافو عليك. أحمد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خير أو يصمت. ياسم، برافو عليك. مرادف كلمة التفة يا حبايبي؟ أنا مس. تجمع. أنا مس. تجمع. طيب سيف،
مضاد كلمة بدرة؟ أبطأ أبطأ. محمد محمود معايا ولا راح يصلي؟ تقريبا قال لي اروح اصلي، مش عارفه مين اللي قال. طيب سهيلة، فيما سيتحاور الجد مع احفاده؟ طيب سهيلة مش مفعلة المايك. نجاح أسامة، فيما سيتحاور الجد مع احفاده يا نجاح؟ سيتحاور الجد مع أحفاده في آداب الحديث والاستماع. برافو عليكي. من شروط الحديث الجيد أن تتخير اللفظ، صح ولا غلط يا جنى؟ شروط الحديث الجيد أن تتخير اللفظ المناسب، صح؟ صح. مريم طارق، من آداب التحدث مقاطعة الشخص المتحدث. مش ينفع أسأل سؤال؟ غلط غلط يا مس. غلط. مين عايز يسأل سؤال؟ أنا يا مس نجات. قولي يا نجات. هو كانت في الصفحة التانية هي كيف كان اللقاء بين الأخوان في منتصف الطريق، كانت الإجابة إيه؟ كان لقاء رائع. طيب بعد كده من موضوع دعنا نتحاور برضو، هات من القطعة معنى عدم الاهتمام. قولي يلا يا نجاة، معنى عدم الاهتمام. عدم الاهتمام من القطع. مضاد اصمت يا احمد، مضاد اصمت. حدث الناس وما المسلمين. انا بس. طب قولي يلا يا جنى، مين اللي بيقول انا؟ يا انا يحيى. حدث الناس. اصمت. اتكلم. اتكلم. قول السؤال برضو اللي بعده، ماذا تفعل اذا وجدت فطورا ممن يسمعك؟ ماذا تفعل ايه؟ اذا وجدت فطورا ممن يسمعك هتعمل ايه؟ ينفع اجاوب؟ اذا مش فاهم ايه فطورا. فطورا ايه فطورا؟ يا مس باول. قول يا عبد العزيز. أصمت. أصمت فطورا يعني تذمر، هم مش قابلين كلامك. معنى فطور إيه يا شباب؟ عدم الاهتمام. أيوه، مش لاقي عدم اهتمام من حد يا حبيبي، فإيه؟ فتصمت، تسكت يعني. طيب تعالوا كده، ناقص لنا إيه تاني في دروس القراءة؟ عدم الاهتمام اللي هو الفطور يا حبيبي، فطور عدم الاهتمام. كده رجعنا على في منتصف الطريق والصديقان وكعكة السكر، حرية مسؤولية، الحياة دايما اسنان، وفي رحاب الإنسانية. طيب نرجع بقى على جزء القصة، ده علامة صح أو خطأ أمام الجمل الآتية. كانت حياة علي مبارك سعيدة أثناء حكم عباس، صح ولا غلط يا مريم؟ مريم طارق. جاوبي يا ريموندا. ريموندا، كانت حياة علي مبارك سعيدة أثناء حكم عباس، صح؟ صح. السؤال اللي بعده، ملك، درس علي مبارك اللغة الإيطالية في تركيا؟ ثانية، درس علي مبارك اللغة الإيطالية في تركيا؟ غلط. غلط. برافو عليكي، ما سمعناش خالص إن هو درس الإيطالية، هو درس اللغة الفرنسية في فرنسا. أكمل الجمل الآتية. أي أحمد، كان إبعاد علي مبارك إلى فرنسا شراً له ولا خيراً له ولا سيئاً له؟ شراً له. شراً له. طيب السؤال اللي بعده، جنى، كانت حياة علي مبارك إيه في عهد عباس؟ سعيدة. سعيدة. مش. السؤال اللي بعده اللي هو مين باسم مستر عادل، عشان قفل سيني. اسمك ايه يا حبيبي؟ يحيى. يلا يا يحيى، وضع علي مبارك كتابا في الطب ولا الفلك ولا الهندسة؟ هندسة. الهندسة. برافو عليك. السؤال اللي بعده، بس ممكن اقوله؟
أنا؟ أنا بس ممكن أقوله؟ لا مبارك يا أحمد في عهد عباس، السؤال ده مكرر كتير. سعيدة. سعيدة. عمل علي مبارك يا عبد العزيز في نقط منها أموالا كثيرا. الهدافة. عالم علي مبارك في إيه وكسب منها أموالا كثيرا؟ التعليم. في التعليم. طيب كان إبعاد علي مبارك إلى تركيا له لا إيه إلى تركيا نقط له، المفروض إلى فرنسا، أو ما حاطين دي غلط، المفروض إلى فرنسا شرا له. كيف كانت حياة علي مبارك في عصر عباس؟ قلنا حياة سعيدة. كيف كان هذا الإبعاد خيرا له علي، خيرا على علي مبارك، المفروض شرا له؟ بأن هو كان إيه عايز يروح فرنسا عشان يتعلم. اذكر بعض الأعمال الذي أسندها الخديوي إسماعيل إلى علي مبارك. نعم. هو أنا عشان لما علي مبارك أعداء بعتوه لتركيا، وبعد ما رجع من تركيا اتفصل من خدمة الجيش والشرطة. أيوة برافو عليكي. قلنا الإجابة دي يا رمندا. يبقى كيف كان الإبعاد خيرا على علي مبارك؟ لأنه إيه؟ سافر بعدها إلى فرنسا وتعلم هناك. اذكر بعض الأعمال اللي أسندها الخديوي إسماعيل إلى علي مبارك. مين هيقولها؟ أنا مش وضع قانون للتعليم، قانون للتعليم في المدارس المدرسة. تمام. مس بعده؟ نعم. مش هو في فصلين في الأخيرين يا حبايبي، الفصل السابع والثامن ملغيين. أسند إسماعيل إلى علي مبارك ديوان المدارس، صح ولا غلط؟ صح. صح. كان علي مبارك يعرف أن الاقتصار على العلوم وحدها لا يكفي. غلط. صح. صح ولا غلط؟ كان علي مبارك يعرف أن الاقتصار على العلوم وحدها لا يكفي. صح. وعارف إن ما ينفعش يقتصر على العلوم. كان علي مبارك لا يشك في أن النقط هو العلاج لكل مشكلات الوطن. التعليم. التعليم. نجاة وجه علي مبارك اهتمامه للتعليم، وبخاصة للتعليم الإيه؟ نعم. وجه علي مبارك وجه للتعليم، وبخاصة التعليم. علي مبارك اهتمامه للتعليم، وبخاصة التعليم الإيه؟ الفني. لا، مين عارفها يا حبايبي؟ التعليم المصري. لا. الهندسي. لا غلط. مرحلة التعليم الأساسي الابتدائية، لأن التعليم دي أهم مرحلة في التأسيس، لتأسيس الطلاب هي مرحلة التعليم الأساسي. أسند نقط إلى علي مبارك ديوان المدارس. مين اللي أسند لعلي مبارك ديوان المدارس؟ إسماعيل. إسماعيل. سعادة توفيق عانت مصر من تدخل مين؟ سعيد يوسف ولا عباس؟ لا، إسماعيل. إسماعيل. مفيش من الاختيارات أصلاً عباس، هو إسماعيل. في عهد توفيق عانت مصر من تدخل الأجانب. ما المنصب الذي أسنده الخديوي إسماعيل إلى علي مبارك يا ريموندا؟ أن يضع قانون للتعليم. لا، المنصب. أميرة لاي. الأميرة لاي اللي هو إيه؟ وزير التعليم. ما سر البلاء وأصل الداء في الوطن كما رأى علي مبارك؟ مين يقدر يقول لي الإجابة دي؟ إجابة نموذجية. الجهل. الجهل. برافو عليك. سر البلاء هو الجهل وعدم التعلم. طيب يا شباب، كده في أي حاجة مش فاهمينها في اللي أنا شرحته المراجعة على المنهج كامل؟ لا مفيش. لا يا مس. شكرا. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. لا يا مس. يا مس ما نعمل خطط نحو. نعم؟ نحو. ما نعمل خطط نحو. طيب هو فعلا فاضل قطعة نحو، ثواني كده اشوفها فين. نحل مع بعض قطعة نحو يعني. حاضر. بس كده حاضر. اهي قطعة نحو اهي، بتقول ايه؟ ان الصدق صفة حميدة من الفضائل التي حست عليها الأديان السماوية.
يا أبناء الوطن يجب أن تتمسكوا بالصدق تمسكا، فمن كان صادقا عاش سعيدا في الدنيا. يا رب ما تحت خط، مين هيعرب لي الصدق؟ أنا ميس. اسم إن منصوب بالفتحة. التي حست عليها الأديان، مين يقول الأديان هتعرب إيه؟ فاعل. فاعل مرفوع بالضم. فاعل مرفوع بالضمة. لا بالضمة ولا بالألف؟ لأنه مستنى. بالألف. لأنه كان بالألف. طب يا أبناء الوطن، الوطن هنا تعرب إيه اللي بيجي بعد النداء؟ مضاف إليه مجرور. برافو. يجب أن تتمسكوا بالصدق تمسكا. ماشي هو إحنا عرفنا إزاي مفعول به. لا لا انا قصدي الوطن مضاف اليه. الوطن عشان جاي بعد منادى، يعني بعد كلمه يا ابنائي. يا ابنائي هنا منادى، يا ابناء. ابناء هنا منادى، يبقى الوطن. يبقى الوطن هتعرف ايه مضاف اليه عشان جاي بعد المنادى. او اللي بيجي بعد المنادى بيعرب مضاف اليه، وبيجي بعد كل وبعد وكلمه جميع وسواء بيعرب برضو مضاف اليه. تمسكا، عشان تمسكا جاي بعد تتمسكوا فهي مفعول مطلق. طيب فعل مضارع منصوب واعربه. يلا يا مين نسيت اسمك، بس ممكن اجاوب. مين بيقول لي؟ ريتاج. يلا يا ريتاج، فعل مضارع منصوب واعربيه. منصوب يعني قبليه أداة نصب يا ريتاج. ايوه أدوات النصب يا ريتاج ممكن تفكرينا بيها، احنا قلناها أول الحصة، بس تخيل أنت ما كنتش معانا صح؟ لا كنت تقريبا. طيب يلا أدوات. أن لان كي حتى لام التعليل. برافو عليكي يا جوجو. يلا يبقى فين هنا الفعل المضارع المنصوب؟ تتمسكوا. برافو عليكي، تتمسكوا فعل مضارع منصوب حذف النون لانه من الاسماء الخمسه. فعل مضارع مرفوع. مرفوع يا شهيب. مين هيقول لي؟ هنا. يلا يا هنونه. فعل مضارع مرفوع. اه يعني لم يصدق بناصب او جازم. مين عارف؟ أنا مش. قول يلا. الأديان ولا الإيه؟ الأديان. الأديان فعل مضارع؟ خطأ جدا. لا 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 فعل. فعل ومضارع بيبدأ بياء أو تاء أو نون. أنا عارفة مش نجات. أنا نجات عارفة. قولي يا نجات. يجب. أيوة كده، يجب ندور على فعل يا شباب ويكون مضارع. خبر لحرف ناسخ وسط الضمه. مش ممكن انا اقولها على شيء. قولي يا سوري. يلا بسرعه يا شباب عشان نلحق صلاه الجمعه. حرف ناسخ. قولي يا مريم. صفه. طيب اكمل بما هو مطلوب بين القوسين. يجب نقط تحافظ على نظافه مدرستك. اداء لنصب الفعل المضارع. يجب. انا يا ميس. قولي يا حبيبي. ان يجب أن تحافظ على نظافة مدرستك. برافو عليك. السؤال اللي بعده جانا. يلا يا جوجو. أعطى المعلم جائزة إلى أخوك. إلى أخيك. أيوة كده، أخيك مش أخوك. ميس نعم. أنا كل ما أجي أجاوب حد غريب. أنت مين يا أمل؟ أنت مين؟ انا جانا. كل ما اجي اجاوب حد غيري يروح نجاوب. لا حدش يجاوب في دور جانا. خد السؤال ده يا جانا كمان اهو. التلميذان نقط ناجحين. عايزه انا اعرف
معايا اهو معرفة أولها ألف ولام، يبقى أنا هجيب برضو اسم إيه يا جنى؟ معرفة. معرفة، يبقى التلميذان الإيه؟ المتفوقان ناجحين. برافو عليك يا التلميذان المتفوقان ناجحين. إحنا عرفنا الجزئية دي مع بعض، عايزين بقى الاستخراج. فعل مضارع جبناه وفعل مضارع مرفوع وأعربنا الجزئية دي كلها يا شباب. ماشي، في أي حاجة مش مفهومة في الحصة بتاعتنا النهاردة في مراجعتنا للغة العربية؟ لا لا حبايبي، ربنا يوفقكم ويحفظكم وان شاء الله تتنقلوا لمرحله الاعداديه، ودايما يا رب في تفوق، وعقبال ان شاء الله الثانوي كده والكليه ان شاء الله يا رب. انتوا كمان هتوحشوني اكتر والله. ماشي حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم معكم ميس اميره سلامه معلمه اللغه العربيه في جينيوس اكاديمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.